الأونر وهذه الأيام شغلة العالم، والسبب مو المساعدات الإنسانية ولا صعوبة إدخالها لغزة ولا قرار محكمة العدل الدولية اللي طالب إسرائيل بتسهيل دخول مساعدات الأونر للقطاع. السبب اتهامات طالت 12 من موظفي الأونر في فلسطين، فإسرائيل اتهمت موظفين من الأونر بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر اللي عملوه على مستوطنات في غلاف قطاع غزة. وقبل ما نخوض في تفاصيل وتطورات الموضوع اللي حقيقة يعني هو شائك، خلينا نبدأ بتعريف إيش هي الأونروا أصلا. وكالة الأونروا هي وكالة تابعة للأمم المتحدة ومختصة بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، واللي هي دول فلسطين، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، العراق وغرب إيران. وتأسست في 1949 وبيتم تمويلها بشكل كامل من خلال التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. الوكالة بتقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين من تعليم وصحة وإغاثة وحتى بنى تحتية وإقامة، وبتغطي أعمالها 5 مليون لاجئ فلسطيني في مختلف الدول اللي بتقدم خدماتها فيها، وبتشغل 13,000 فلسطيني مقيمين في فلسطين. طيب اليوم الوكالة بتواجه واحدة من أصعب الأزمات وعقدها في تاريخها، يعني فاتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم عليها كان له تداعيات كبيرة جدا. صحيفة نيويورك تايمز فصلت الاتهامات وقالت إنها عبارة عن اختطاف وتوزيع ذخيرة والمشاركة في هجوم حماس اللي قتل فيه 97 شخص. وفي التقرير بتقول الصحيفة أن إسرائيل بعثت مذكرة لأمريكا قالت فيها أنه رصدت تحركات 6 من موظفين الأونروا خلال هجوم 7 أكتوبر، منهم اللي وصلته رسائل لإحضار قذائف صاروخية وذخيرة، ومنهم اللي تكلم عبر مكالمات هاتفية عن تورطهم في الهجوم. وأما إيش طبيعة عملهم، فقيل أنه 7 من المتهمين مدرسين في مدارس الأونروا، و2 موظفين في المدارس بس ما هم معلمين، و3 هم مكاتب وأخصائي اجتماعي ومدير مخزن. بعد الاتهامات الأمين العام للأمم المتحدة طلع وقال أنه بيشعر بالرعب من هذه الاتهامات، وقال أنه فصل 9 من المتهمين، وأنه في 1 منهم قتل خلال الحرب في غزة، وبيتأكدوا من 2 ثانيين. وتم الإعلان عن فتح تحقيق شامل في الاتهامات من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازريني. وكل اللي قلناه هذا دحين لحد الآن، كل هذا اللي حكيت لكم هو خلفية للموضوع، لكن التداعيات الحقيقية صارت عاد لما الدول بدأت توقف تمويل الأونروا بعد الاتهامات. يعني عندنا 11 دولة أوقفت تمويلها بشكل كامل للعام الحالي، من بينها دول اللي هي من أكبر المانحين، بنتكلم أمريكا، النمسا، بريطانيا، ألمانيا، أستراليا، كندا، إيطاليا، فنلندا، هولندا، فرنسا، اليابان، هذول كلهم ترى علقوا تمويلهم للأونروا. أما سويسرا فقالت إنه ما رح تأخذ قرارها الآن ورح تستنى نتائج التحقيق، والنرويج وأسبانيا قالوا إنه ما رح يقطعوا تمويلهم للوكالة. وكان طلع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية وناشد الدول المانحة بمراجعة قراراتها بإيقاف التمويل، وقال إنه إيقاف التمويل ما رح يضر إلا بأهالي غزة. وحتى الحكومة الفلسطينية كانت أكدت أن النسبة اللي توقف تمويلها عن الوكالة بلغت 70%، وأن الوكالة بحاجة للدعم مو لقطع التمويلات. المتحدث باسم الأونروا صرح اليوم تصريح مخيف الصراحة، وقال إنه في حال ما تم استئناف التمويل ما رح تقدر الوكالة تقدم أي خدمات بعد نهاية فبراير. وفي كثير من المسؤولين وحتى الناس اعتبروا اللي جالس بيصير عقوبة جماعية للفلسطينيين في كل مكان، وإنه نوع من أنواع استمرار حرب التجويع اللي تمارس ضدهم، ومنهم اللي اعتبرها ازدواجية في المعايير. فهل فعلا اللي جالس بيصير عقوبة جماعية؟
وإيش الحل لو استمرت الدول في إيقاف التمويل؟ هل رح تغلق الوكالة أبوابها ولا ممكن تستمر بشكل آخر؟ طيب عموما كمان عندنا نحن في آخر المستجدات يعني في أزمة الأونروا صارت كمان من أقل من ساعة، وهي تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي اللي قال أنه ألغى اجتماع كان مقرر يوم الأربعاء بين مسؤولين بالوزارة والمفوض العام للأونروا فيليب لازريني، ودعا الوزير للاستقالة كمان. إسرائيل كانت يعني وقت اتهاماتها لموظفين الأونروا قالت أنها ما تبغى الوكالة تكون جزء من المرحلة اللي ستتبع الحرب في غزة. طيب احنا معانا من بيروت الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية. اهلا فيك معانا دكتور بول. انا اعرف انك انت يعني واحدة من الاشياء اللي مختص فيها اللي هي هذه المنظمات الدولية. الآن اللي بنشوفه اللي بيحصل مع الأونروا، هل سبق وشفنا صاير مع أي سابقة قبلها أو هكذا؟ لأنه حتى كمان يعني بعض الدول بتقول استنى التحقيق، بعضهم أوقفوا التمويل تماما يعني من غير التحقيق. يعني ليس هنالك سوابق مماثلة بالنسبة للأونروا تحديدا، لكن دائما الأونروا كانت أمام تحديات التمويل. يعني كانت دائما تنتظر التمويل الذي هو طوعي، وبالفعل إنه ليس ملزما بالنسبة للدول التي تقدمها. وهذه الدول كانت دائما لديها تقدير واستنساب في التمويل. أما إذا سألتني عن السوابق فربما هنالك سوابق بالنسبة لمنظمات دولية أخرى، مثلا اليونسكو التي قطعت عنها التمويل الولايات المتحدة الأمريكية منذ بضعة سنين. لكن هنا الأمر مختلف. لماذا؟ لأن هذه المنظمة، هذه الوكالة كما أسلفتم، تعنى بتمويل أنشطة اجتماعية وتربوية وصحية للاجئين وخدماتية للاجئين الفلسطينيين، وبالتالي هي بحاجة إلى أموال قبل أي شيء آخر للقيام بهذه المهمة. وأعتقد أن الدول التي قاطعت أو أرادت اليوم وقف التمويل هي الدول الأساسية التي تشكل مصدر هذا التمويل. أي طب ونقدر نقول إنه الدول هذه، بس عشان نفهم الآلية، ما هي ملزمة قانونيا أو أي شيء إنها تمول؟ لا، هي تمويل تطوعي. طيب وطوعي. أي. يعني حتى الأونروا ليس لديها احتياطات. يعني ليس لديها مثلا أموال مخصصة إلى جانب عملها حتى إذا وقف التمويل تستطيع أن تستمر مثلا سنة أو سنتين من دون تمويل. هذا ليس ممكناً. لا، هم أصلاً قالوها بكل صراحة، يعني نهاية فبراير نحن يعني خلص ما حيكون عندنا شيء نقدمه. طب بس حابة أسألك دكتور بول، بالكاد يبقى ربما مصاريف تشغيلية فقط، يعني إدارية لوجستية ذاتية، لكن لا تكفي مطلقاً لسداد حاجات اللاجئين. نعم. اوكي طيب، يعني الأونروا بتقول انه على الاتهامات بتسميها الاتهامات المزعومه. طيب وفي نفس الوقت شفنا انه لا، جات الامم المتحده واقالت البعض والكلام هذا كله، والاتهامات موجهه من اسرائيل، وبعدين كمان قيل في نفس الوقت انه في تحقيق. فاحنا شايفين تحقيق، لكن تم اخذ اجراءات باتجاه هذول الناس وتم قطع كمان الدعم. مو كأنه الكل عمل حكم مسبق يعني، وحكم كمان كارثي يعني؟ لنرجع إلى الأصول الإدارية التي يجب أن يكون معمولا بها في الأمم المتحدة. يعني نقول الأمم المتحدة يعني الوكالات المتخصصة أو الأجهزة المعنية للأمم المتحدة، يجب إجراء تحقيق طبعا. وفي هذه الأثناء في حال فعلا توافر عناصر جدية في المشاركة بأي عمل ممكن أن يكون عملا مناهضا لأهداف المنظمة، فيصار إلى تعليق عمل هؤلاء الذين يجرى التحقيق معهم، ولا يمكن معاقبة المنظمة بأسرها. لماذا؟ لأننا بذلك نعاقب اللاجئين. يعني هنا حتى أبعد من ذلك، أعتقد أن المسألة تتعلق ليس فقط بالتأثير على الحياة اليومية للاجئين بفعل قطع التمويل، إنما أيضا زيادة الأعباء على الدول المضيفة كما تعرفين. أيضا مسألة سياسية خطيرة، هي مسألة أبعاد هذا القرار من حيث إمكانية التوطين، توطين هؤلاء في البلدان المضيفة. والأمر الأخير هو إمكانية
يعني حدوث قلاقل وتوترات أمنية نتيجة قطع هذا التمويل، لأنك تعرفين معي كم أن هؤلاء اللاجئين يعني يعولون على هذه المساعدات التي تأتيهم، فبخلاف ذلك ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ يعني ليس بإمكانهم العمل في هذه البلدان المضيفة، ليس هنالك إمكانية للانتساب إلى النقابات وغيرها من وجوه التضييق على حقوقهم، يعني سيذهبون إلى الفقر ومزيد من الأمية وربما إلى الأعمال العسكرية التخريبية لا سمح الله. نعم. طيب الآن نقدر نقول إنه هذه مجرد خطوة كده لوي ذراع يعني للوقوف مع إسرائيل يعني وطموح إسرائيل إنه الأونروا وما يكون لها مكان بعد الحرب أو ما إلى ذلك، ولا إنه لا ممكن تنحل المسألة؟ يعني أستبعد الحل السريع على الأقل والكامل، ولكن إذا لم تكن وراء هذه المسألة أجندة سياسية كما أسلفت لكان الأمر مقتصرا على تعليق العمل لبعض هؤلاء الذين يشتبه أنهم شاركوا في أعمال على فرض أنها غير قانونية أو غير مؤتلفة مع أهداف الوكالة، فلتعلق عقودهم على الأقل يعني لحين ثبوت التحقيق إلى ما سيسفر. أيوة. لكن أن يعلق التمويل بأكمله في هذه الظروف هذا أمر طبعا يطرح علامات استفهام كبيرة، وليس يعني وليد الساعة أو وليد هذه الحادثة بحد ذاتها بصرف النظر عن مشروعية المشاركة أو عدم مشروعية المشاركة في أحداث 7 أكتوبر، هذا أمر آخر. لكن مهما يكن من أمر المسألة ربما تكون فردية إذا حصلت، هل هي فعلا قرار من قبل الوكالة بأسرها كإدارة عامة؟ لا أعتقد ذلك، حتى لو كان هنالك من تورط في هذه الأعمال على فرض أنها أعمال مناهضة أو غير مؤتلفة مع عملهم في الأنوة. طيب نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا من بيروت الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية.